بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله شباب معانا شرح مهم جدا هيفيد الأعضاء، وهو بخصوص أجهزة اليونيفاي ميش وعدم قدرة البرنامج على فتح أيقونة الجهاز أو صفحة الإعدادات الخاصة بأجهزة اليونيفاي ميش أو أي أجهزة يونيفاي. تعالوا نتكلم في البداية كده، احنا شرحنا الجهاز منذ سنوات ماضية ازاي بنركب الجهاز ونركب عليه جميع الأنتنات، وشرحنا طريقة برمجة الجهاز وتحديث السوفت وير. وتعالوا نشوف شكل الجهاز سريعا كده علشان الأعضاء تكون فاكرة كل حاجة معانا. دي أجهزة اليونيفاي مش، وقلنا الجهاز دول باند بيبث بتردد 2 و4 و5 و8 في نفس الوقت. الجهاز قوي جدا، من الأجهزة اللي بتعمل في الشركات والفنادق والقرى السياحية وفي الكافيتريات الكبيرة، وقلنا التجمعات السكانية. تعالوا نشوف النهاردة الفكرة في ايه بالظبط. ده المدونة الخاصة بنا، مديرية مايكروتك افريقيا، فيها جميع شروحات المايكروتك وبوكويتي وأجهزة الانفلتر وصفحات الهوت سبوت. تعالوا زي ما قلنا يا شباب نكون في البداية كده عارفين ان عندنا بعض البرامج المهمة اللي لازم تنزلها على جهاز الكمبيوتر بتاعك، وقلنا علشان تفتح البرنامج بدون اي مشاكل يفضل ان انت يكون عندك نسخة 64. يبقى هتنزل نسخة ويندوز 64، وبعد كده هتنزل الفلاش بلاير وبعض الحاجات الكويسة اللي موجودة معانا ديت، اللي هو برنامج الجافا، وعندنا إصدار من برنامج اليونيفاي اللي هو 6.0.45. ده كويس جدا، احنا شرحنا عليه برمجة اليونيفاي. وعندنا الإصدار الثاني اللي هو 6.1.71، كويس جدا، وده اللي احنا هنشرح عليه دلوقتي وشغالين عليه، وهنقول بعض النقاط المهمة للناس اللي بتسأل أجهزة اليونيفاي ينفع أربط عليها أكسسات، هل ينفع أربط عليها لوكو ام 5 عادي، والكلام اللي كل شوية بنسمعه وبنشوفه على الجروب. تعالوا نشوف الفكرة الأول، إن احنا عاوزين نشغل البرنامج. احنا قلنا بنعمل سيت اب للبرنامج، بنضغط عليه كام ضغطة كده وبنكست وفي الآخر فينش زي ما انتوا عارفين، والقصة كلها بنضغط على الأيقونة اللي موجودة على سطح المكتب ده شباب، اللي هي أيقونة الطبقة دي اللي مكتوب عليها يونيفاي. وبعد كده البرنامج بيفتح معايا بعد لحظات بسيطة، وبتضغط على كلمة لانش وبيبدأ ان يفتح لك ايه الأيقونة اللي موجودة معانا من خلال المتصفح الجوجل كروم أو الفايرفوكس. الموضوع سهل وبسيط، ومش عاوز يعني إن أنت تكون محتار أو خايف من حاجة، الفكرة كلها بسيطة شباب. وبعض المعلومات النهاردة هنقولها، والملفات اللي موجودة أو البرامج دي هنرفعها لكم علشان تحملوها بدون أي مشاكل. آخر إصدار من برنامج يبوكويت أو برنامج اليونيفاي ده شباب، في بعض المشاكل مع الناس، والناس أو النص التاني من الناس بيفتح على جهاز اللابتوب بدون أي مشاكل وبتشتغل عليه. فخلينا في المضمون وخلينا في البرنامج اللي هو الإصدارات القديمة، اللي هو زي ما قلنا يا شباب إصدار 6.0.45 6.1.71، ده شغال كويس معايا ومفيش في أي مشاكل. انا حملت الاصدار الاخير وواجهني بعض المشاكل في ان يفتح معايا على جهاز الكمبيوتر، مع ان فتحنا له البورت 8080 ونزلنا جميع البرامج المساعده. طيب زي ما انتم شايفين هو في الاخر يقول لك ايه لانش، ويجيب لك ايه هنا الايقونه دي، تبدا ان هي تكون يعني متظلله كده او باللون الاسود، وتبدا تضغط عليها شباب وبيدخلك على ايه على المتصفح على طول اللي موجود معانا، اللي هو الجوجل كروم او قلنا الفايرفوكس لو انت مخليه المتصفح الرسمي. زي ما انت شايفين بتضغط على كلمة لانش كده شباب، وبعد لحظات بسيطة بيحولك تلقائي فين على المتصفح اللي هو قلنا الجوجل كروم. طيب لو ما حولنيش في الحالة ده شباب اول مرة او تاني مرة، ممكن بعمل اعادة تشغيل لجهاز اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر، او بفصل جهاز اليونيفاي وببدأ ارجعه تاني والموضوع بيبقى بسيط. طيب عاوزين نبقى فاهمين قصة يا شباب، وهي ان حضرتك اما بيفتح معاك الجهاز اول مرة او بيدخلك على صفحة الجوجل كروم، في رابط بسيط ممكن تخليه عندك علشان لو البرنامج حصل فيه اي مشاكل او معرفتش تدخل او يحولك على المتصفح الجوجل كروم. وهو الرابط اما بيجي يفتح لك البرنامج، اما بيجي يفتح او بيدخلك على كلمة لانش ديت وبيقوم مدخلك على المتصفح على طول، في رابط هنا ممكن تحفظه عندك في ملف تكست كده خاص بالبرنامج، لو ما فتحش او ما حولكش اوتوماتيك ممكن تفتح من خلال الرابط وخلاص بدون وجع دماغ. تمام،
تعالوا نشوف الفكرة كده يا شباب. انا مثلا ضغطت على البرنامج وقلنا فتح اول مرة او ما فتحش، فبعد كده بيديني عندنا هنا رابط جام، بيديني هنا اللي هو اللوكال عندك 800 او 8443. هتاخد الرابط ده او هتاخد اهو الاكونت ده اهو اللوكال دوت، هتاخده نسخ، وبعد كده تيجي تفتح صفحة تانية مثلا اهو تعمل له لاصق زي ما انتم شايفين وتقفل دي اهو زي ما احنا شايفين. مثلا هنعمل له لاصق والانتقال، وزي ما انتم شايفين بيبدأ يدخلك على صفحة اليونيفاي ميش او اي جهاز يونيفاي اتش دي او غيره. كلام جميل، يبقى الموضوع كده بسيط بالنسبة للبرنامج. البرنامج بيفتح عادي، بس علشان كنت عامل بعض البرامج او بعض التجارب على اللاب فالدنيا مهنجة شوية، فلازم اعمل اعادة تشغيل لللابتوب. فانا عاوز اشرح سريعا كده علشان نبقى فاهمين القصة. الاصدار ده كان زي ما انتم شايفين 6/1/71. الاصدار القديم مش هيفتح باللوجو ده او هيفتح بالنظام ده شباب، بيتغير شوية، واخر اصدار بيبقى متغير في نفس الدخول او نفس الاعدادات، بس هي بتبقى اعدادات واحده والدنيا سهله. احنا اتكلمنا في البدايه خالص ان انا لازم يكون عندي حساب على موقع بوكويتي اللي احنا عملناه من خلال البريد الالكتروني والباسورد، واحنا شرحنا القصص ديت في برمجه اليونيفاي. طيب تعالوا ندخل بقى بالحساب اللي موجود معانا او بتاعنا، وبعد كده ندخل نشوف القصه فيها ايه. احنا دخلنا كده يا شباب على الاعدادات وبدانا نكتب الايميل بتاعنا والباسورد اللي احنا مسجلينه فين على حساب يوبيكويتي. بدخل عندنا، احنا شرحنا الجهاز من البداية خالص، وبدخل على الدايرة اللي موجودة معايا دي يا شباب. الجهاز موجود معايا هو حاليا في البيت، بضغط عليه كده زي ما انتم شايفين بيظهر لي بعض الاعدادات البسيطة اللي احنا عاملينها وعارفينها. تمام، تعالوا نشوف الاعدادات ديت ايه. تعالوا ندخل على قائمة الواي فاي ده يا شباب، الراديو دي، تمام، ونشوف القصص بتاعت ايه التردد ال 2 و4 والتردد ال 5 جيجا هرتز. قلنا الجهاز ده شغال دول باند، بيشتغل ترددين في نفس الوقت اللي هو ايه ال 2 و4 بقوة 300 ميجا والتردد ال 5 بقوة 800 حاجة 76 ميجا او 67 ميجا تقريبا. تمام، طيب احنا قلنا عندنا التردد ال 2 و4 بنخلي هنا التشانل على الاوتو. ليه بقى الاوتو؟ هو بيشتغل على جميع القنوات اللي موجودة معانا. تعالوا نعرف بقى فكرة، هو هل ينفع جهاز اليونيفاي ميش يبث للأكسسات واستقبل؟ اه ينفع يبث للأكسسات وتستقبل، مفيش أي مشاكل. الكلام ده من خلال صفحة اليونيفاي مش من عندي. تمام، الأكسسات مين؟ الأكسسات التي تعمل على تردد 2 و4، الأكسسات التي تعمل على التشانل 1 وال2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11. ده عندك 11 تشانل. الاكسسات ديت هتلاقي معظمها تي بي لينك، وممكن يكون معظمها اللي هي ال ام 2 اللي هي ال جي اللي هي الكوري، او تشوف اي اكسس في الترددات ديت اللي هي التشانلات الواحد والاثنين وثلاثه الى 11 زي ما انت شايف الى ما لا نهايه. عندك هنا ايه؟ عندك عرض القناه، عندك تشتغل على ال 20 او تشتغل على ال 40 على حسب ما انت عاوز. يبقى فهمنا قصه الاثنين واربعه. طيب الجهاز ده اصلا يعني قلنا الشركه صممته وصنعت الجهاز ده يا شباب علشان يشتغل في الكافيتريات ويشتغل في الاماكن الكبيره، يشتغل على الموبايلات اللابات التابلتات، تمام، وتربط عليه الاكسسات زي ما قلنا ايه اهي التشانلات اللي موجوده هنا هي اللي هي الواحد لغايه 11. اي اكسس عندك فيه التشانلات ديت هتربط، مفيش اي مشاكل، وقلنا ايه بقوه 300 ميجا التردد ال 2 و4. طيب تعالوا نفهم فكرة اللي عندك هنا عرض القناة 20 او 40 تشتغل عادي مفيش اي مشاكل. تمام، وعندنا هنا ايه حتة الباور اهيت مفيش مشكلة، ممكن تغير المستوى بتاع الباور على حسب ما انت عاوز والفكرة مريحاك. تعالوا ندخل على قصة الخمسة جيجا هرتز. زي ما انتوا شايفين تردد الخمسة جيجا، قلنا تردد الخمسة جيجا اي قطعة هتربط عليه طالما نفس التردد موجود، قلنا الشانلات بتاعت التردد الخمسة جيجا هرتز كبيرة شوية وكتيرة شوية اهي من 36 و40 44 48، وزي ما انتم شايفين ترددات الدي اف اس. تمام، زي ما احنا شايفين يا شباب عندنا هنا ترددات في الخمسة جيجا هرتز كتير، بس قلت ايه الافضل ان انت تشتغل على الاوتو، انت مخلي التردد يشتغل اوتو والدنيا كويسه معاه. طيب تعالوا نشوف حته جميله قوي في تردد ال 5 جيجا هرتز في اجهزه اليونيفاي عموما، ان عندك عرض القناه زي ما انت شايفين عندك 20 و40 و80. ال 80 ديت زي ما قلنا
لو الموبايل بتاعك او الاجهزه بتدعم ان هي بتشوف الترددات او القنوات التمانين فهتشتغل عادي بدون اي مشاكل. ما بتشوفش بقى تخليك ايه على الاربعين او العشرين، فيفضل ان انت هتخليك على الاربعين كويس جدا. وده حتة الباور، ويعني كده لخصنا حتة ايه ان كل شوية الناس ده خاصية الميشنج، وقلنا كده لخصنا حتة ان الناس كل شوية عايزة تعرف الترددات اللي في اجهزة اليونيفاي. جهاز اليونيفاي يا شباب مش بتاع اكسسات وبتاع كلام من ده، احنا اتكلمنا قلنا ده جهاز اكسس بوينت قوي بتقدر تبث بيه موبايلات، تستقبل على طول، تبث بيه لابات، تبث بيه يعني يشتغل معاك على طول مباشر، وليس ان هو قلنا ان يركب وتربط عليه اكسس وكلام من ده. تربط عليه اكسس في حالة ان انا ايه الاكسس بتاعي موجود فيه الترددات اللي موجودة في الاتنين واربعة هي من الشانل واحد لحداشر، او الترددات اللي هي بتاعة الخمسة جيجا هرتز. كلام جميل، دي الاعدادات من بره كده بسيطا وسهلة، وقلنا ممكن تدخل بقى تشوف الاعدادات من الداخل لو انت حابب بقى تغير الاس اس اي دي. والجهاز سهل في البرمجة مش صعب، وجهاز خفيف وجهاز قوي جدا. اما الجهاز يكون عندك ب 300 ميجا، ان انت عندك كروت لو بتوزع كروت للكافيتريات والكافيهات والكلام من ده، فالقصص بتاعت اجهزة اليونيفاي هتفيدك جدا. تمام، اكبر جهاز في مثلا في الاير ماكس بتاع يوبيكوتي اللي هو الروكت مثلا حسبة 150 ميجا بس بيشتغل، او مميزاته الروكت الام 2 ان هو بيشتغل على 2 و4 و2 و3 و5 و6 و7، وفي خاصية الاير ماكس فتربط اكسسات وتربط اكسسات ال جي بالام 2 او تربط الاكسسات اللي هي الدي دي دبليو ار تي، وتقدر تتحكم وتغير براحتك في الترددات غير اجهزة اليونيفاي. اجهزة بتاعت شغل عملية بتاعت ميجات كتير، يعني تقدر تشتغل عليها وانت مطمن، عامل متواصل، برنامج كنترول، تحكمات، بتقدر تتابع الجهاز من الموبايل، بتعمل جروبات، بتربط يونيفاي، بتربط اجهزة على بعض. الجهاز كويس جدا، وقلنا فكرته علشان نفيد الاعضاء في حتة ايه الجهاز ما بيدخلش، الجهاز بيحصل فيه مشاكل، فقلنا لك ايه في البداية لازم نتحمل شوية البرامج الجمال دول، هرفعهم لك على المدونة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.